المرسل جيم ميم من الرياض يقول: ما حكم العلاج من العقم من خلال الإنجاب بالأنابيب؟ وكذلك ما حكم الاستنساخ الذي بدأ تتحدث عنه وسائل الإعلام؟ جزاكم الله خيرا. هذان الأمران من العبث، وأطفال الأنابيب كما جرى البحث في ذلك في المجامع الفقهية، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والأولى ترك ذلك وتجنبه لما فيه من الإشكالات، وربما يحصل فيه شيء من إشكال النسب وغير ذلك، تجنب وكشف العورات. والواجب أن تطلب الذرية من الوجوه التي شرعها الله سبحانه وتعالى بتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وأن ينتظر المسلم إلى أن يأتي الله له بالذرية ولا ييأس. وأما الاستنساخ فهو أمر باطل، حتى الكفار استنكروه، حتى الكفار استنكروه ومنعوا منه. نعم.